السلامة، مرحبا بكم على قناتنا الخاصة قناة الحياة لافي. كيف ما تعودتوا، في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. بموضوع اليوم باش نحكيو فيه على رد فعل خولة سليماني بخصوص التسريبات اللي صارت بين علاء الشابي وبين سمير الوافي. قالت صحيح علاء الشابي انه وياه اصدقاء برشا، لكن هذا ما يمنعنيش اني ننقده. كيف كيف سمير ما عندي معاه حتى اشكاليه، لكن ما عجبنيش تحريضه على المراه خاصه. قالت معناتها هذه امور ما عادتش تهم مريم بن مامي فقط، تهم المراه بصفه عامه. اذا كان انتم رجال مثقفين واصلين، عندكم معناتها جمهور كبير برشا يحبكم يتبع فيكم، تخموا للمرأة بالطريقة هذه. قالت بلا، ما عادش في الدنيا أمان، ما عادش نلوم على الكلوشرات اللي مسايبة في الشارع، اللي تسطل واللي تحربش واللي تعمل في برشا حاجات أخرى. انتم المثقفين يطلع منكم هكا براكاج حتى هذا؟ قالت راهو يتسمى إلكتروني، الله يهديكم. قالت ما تصورتش الشيء هذا يطلع من ناس مثقفة كيفكم انتم، وجوه معروفة برشا. هي زادة مصدومة كيفها كيف الناس الكل، لأنها كانت عندها نظرة أخرى ليهم هما الزوز، لكن النظرة هذه تحولت نهائيا، خاصة أنه التسريبات قاعدة كل يوم وتزيد، وقاعدين كل يوم نكتشفوا حاجة جديدة وكلام جديد يحكي فيها علاء الشابي. ما يجيش بالحق، ما يجيش، ربي يهدي ويهدي الجميع يا رب إن شاء الله. ما تنسيوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس، ونقول لكم توا باي باي.